نبقى في الشق عينه، حيث أعلن نقيب الصيادلة جوزيل لوم عن إطلاق وثيقة دواء مستدامة واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تهدف إلى تأمين الدواء الجيد بأسعار مقبولة. وأضاف في حديث لصوت بيروت انترناشونال إلى أن هذه البطاقة تمكن كل مريض من الحصول على الدواء، وأكد أن لا خيار أمام الحكومة الجديدة إلا بتبني هذه الوثيقة.